الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على الحبيب المصطفى. الأحبة في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. لكل من يشتكي من الربو الدموي أو السعال أو البحة أو آلام الصدر، أنصحك باستخدام الإسفانخ. الإسفانخ هذا ذكره ابن النفيس في كتاب الشامل في الصناعة الطبية، باب اسمه الإسفانخ، معروف عندنا في مصر بالسليب. ولو حد كتب الإسفانخ في جوجل هيطلع لك شكله وهيطلع لك أسامي متعددة ليه حسب كل بلد أنت بتسكن فيها. الإسفانخ ده بيقضي على الربو تماما. ليه؟ لأنه سبحان الله لما بينزل في المعدة بيظل فترة كبيرة جدا عشان ينهضم. وابن النفيس لما ذكره في باب العلاج، في علاج الربو الدموي والسعال وآلام الصدر، قال لك إن هو بيجلو، يعني بمعنى صح بيمسح لك الربو وبيسكن الربو الدموي، يعني بيسكن نفوذ الدم في الربو وبيسكن الصدر، بيجلي لك الالم تماما اللي بيصحب الربو. عشان كده كيف انك انت تستخدمه؟ اول حاجه يا اخي الكريم، هتمسك الاسفانخ تاخد كميه قد ديت مرتين وتضربها في الخلاط وتشربه كعصير على ريق النوم، وايضا تشربه في المساء، تمام، 3 مرات في اليوم. ان شاء الرحمن هتلاقي فرق كبير جدا، ان هو نهالك الربو اللي موجود في صدرك تماما. الامر الثاني، الناس اللي بتشتكي من الام في البول، لما تيجي تتبول كده تحس بالم شديد قوي، انصحك انك انت تاخد كوبايه عصير ايضا من الاسفانخ ده. ليه؟ لان سبحان الله كم الملوحه فيه قليله جدا، فلما بينزل في المعده بينتقل للبول فبيطهر لك الكلى وبيطهر لك المثانة، فبالتالي ما تشعرش بألم أثناء التبول نهائيا. وفي أيضا وصفة أيضا تقدر إنك أنت تستخدمها لو الربو اللي عندك مش ربو دموي، يعني عبارة عن ربو أو سعال، ممكن إنك أنت تجيب بيضة مسلوقة. البيضة دي تكون نصف سليق، وتمسك البيضة دي وتخلطها مع الإسفانخ ده، تخرطه قطع بسيطة وتخلطهم مع بعض وتاكلهم على ريق النوم، يروح من عندك الرب تماما. لا تنسوا ان انتم تشتركوا في القناة عن طريق سبسكرايب، واضغطوا لايك وشير، واستنوني في فيديوهات كتيرة جدا عن العلاج بالأعشاب والخضروات كما ذكرت في كتاب القانون لابن سينا والشامل في الصناعة الطبية لابن النفيس. ما تنسوش تدوسوا سبسكرايب.